بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة حاجين ألف، أختنا تسأل فضيلتكم فتقول: الأذكار الصباح والمساء لها وقت معين أو غير ذلك؟ وإذا لم يستيقظ الإنسان إلا بعد شروق الشمس، فهل له قولها في ذلك الوقت؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أذكار الصباح هي التي تقال في أول الصباح، وأذكار المساء هي التي تقال في آخر النهار أو في أول الليل، وذلك بعد صلاة الفجر. أحسن ما يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس، هذا وقت أذكار الصباح والمساء. وفي أي وقت يذكر الإنسان ربه عز وجل بأنواع الذكر الواردة في الكتاب والسنة من ليل أو نهار، فإن هذا شيء طيب وشيء مشروع وفيه أجر، أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأفضل الأذكار ما كان أدبار صلوات، وكذلك في غيرها من الأوقات وفي إقبال الليل وإدبار النهار، وكذلك في العكس بعد النهار وإدبار الليل، يفتتح الإنسان يومه وليلته بذكر الله عز وجل، لأن ذلك يسبب حفظه من الشيطان ويسبب حياة قلبه ونور بصيرته. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ذكر الله سبحانه وتعالى فيه حياة قلوب ونور البصائر، وفيه تيسير أمور الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، في الحديث القدسي: أنا ما عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني ملائكة عليهم الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا مطلوب من المسلم في كل وقت، ولكنه في أول النهار وفي آخر النهار وأول الليل أفضل في هذه الأوقات. جزاكم الله خيرا. إذا سؤال أختنا تقول: إذا لم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، هذه مصيبة، كونه لا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. ليس الأمر القضية قضية الذكر وفوات الذكر، القضية قضية فوات صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لها وقت محدد، لا يجوز تأخيرها عن وقتها. ولكن إذا قدر أن الإنسان يغلبه النوم مع نيته إقامة القيام للصلاة، لكن يغلبه النوم في بعض الأحيان، فإنه يكون معذورا في هذه الحالة، وإذا قام يذكر الله عز وجل في أي وقت له. جزاكم الله خيرا. والمرأة قد تكون معذورة ولا تقوم إلا بعد شروق الشمس، فحينئذ هل لها أن تقول تلك الأذكار؟ نعم، إذا كانت المرأة مثلا حائضا أو نفسا ولا تصلي وتنام ولا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنها تذكر الله عند قيامها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل أختنا عن دعاء ختم القرآن، هل هو واجب مع كل ختمة؟ الوجوب ليس بواجب، لكن يستحب عند ختم القرآن أن يدعو الإنسان بما تيسر، لأن هذا وقت فاضل عند ختم كتاب الله عز وجل. كان الصحابة يتحرون الدعاء في هذه الحالة ويجتمعون عند ختم القرآن، عند دعاء ختم القرآن، لأنه مظنة الإجابة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الأدعية التي نسبت إلى بعض
علماء الإسلام شيخ صالح، هل الإنسان أن نحفظها أو أن يقولها أو يقول أي دعاء آخر؟ لا يتقيد الإنسان بالأدعية التي ذكرها بعض العلماء، وإنما يدعو بما تيسر له من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الأدعية التي لا تخالف ما ورد في الكتاب والسنة حتى ولو لم يرد لفظها، في الكتاب والسنة. الإنسان يدعو بما تيسر بشرط أن لا يخالف ذلك الكتاب والسنة، بأن يكون دعاء فيه اعتداء على أحد غير حق، أو يكون دعاء فيه شرك، أو فيه قطيعة رحم، أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخشية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء محرم، بأن يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه، إن هذا ظلم، أو يسأل شيئا لا يليق به، يعني يسأل منازل الأنبياء أو يكون في رتبة الأنبياء، هذا الشيء لا يستحقه غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف ألف ها. أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تقول: هل على الفتاة التي تعيش برعاية والديها وقد بلغت سن الرشد أو زادت 24 سنة، هل عليها زيارة المريض كالجار أو أحد الأقارب؟ وهل عليها صلة رحمها، مع العلم أن والدها يكره خروجها من المنزل خوفا عليها من المفاسد، ومع العلم أن خروجها يكون بإذن والدتها ووالدها غائب عن البيت، هل تأثم إذا لم تقم بتلك الزيارات خوفا من غضب والدها؟ نرجو الإفادة والتوضيح، جزاكم الله خيرا. زيارة الأقارب وزيارة الجيران والإخوة المسلمين لا شك أنها أمر طيب ومرغب فيه، ولكن بالنسبة للشابة التي يخشى عليها من الفتنة وليس من عادتها أن تبرز، فهذه لا تخرج من البيت، وهذه تسمى الخفرة، تسمى غير البرزة، لأنها يخشى منها الفتنة، لأن زيارتها لأقاربها أو لجيرانها أمر مستحب، وأما خروجها مع الفتنة فهو محرم، فهذا لا ترتكب محرما من أجل أداء مستحب، لأن المفسدة هنا أرجح من المصلحة. الحاصل أن هذا تراعى فيه المصالح والمفاسد والمضار والمنافع، فإذا لم يترتب على خروجها فتنة فإنها تخرج وتزور أقاربها وتزور جيرانها، أما إذا كان يترتب على خروجها فتنة أو معصية لوالدها وإغضاب له فإنها تبقى في بيتها. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا تقول: أعلم أن المرأة وقت الحيض لا تصوم ولا تصلي ولا تمس المصحف إلا للضرورة الملحة، ولكن في الأيام الأخيرة من فترة الحيض يكون الدم متقطعا ولا يستمر طوال النهار أو طوال اليوم بل لفترات، هل لي في تلك الفترات أن أمسك المصحف وأقرأ القرآن؟ قضية الحيض المتقطع في اليوم أو كون يأتي عليها طهر يسير وقطاع دم في أثناء العادة، هذا لا يجعلها خارج العادة ولا يجعلها طاهرا من الحيض، لأن هذه الطهارة عارضة ويسيرة فلها حكم الحيض. والحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، إلا الحاجة لقراءته، كما إذا كانت تحفظ القرآن أو شيئا منه وتخشى أن تنسى حفظها فلها أن تقرأ القرآن من أجل أن يبقى في ذاكرتها وأن تحافظ عليه حتى ولو كانت حائضا، لأن هذه تعتبر حالة ضرورة، لأن لو تركت قراءته في هذه الفترة فنسيته. وكذلك بالنسبة لمثلا الطالبة وقت الامتحان، إذا كان مثلا امتحان القرآن يفوت عليها يترتب على ذلك رسوبها في الامتحان، هذا ضرر عليها، فلها أن تقرأ بقدر الحاجة ولو كانت حائضا، لكن من غير أن تمس المصحف، لأن تقرأ إلا عن ظهر قلب وإما من المصحف لكن من وراء حائل، لأن تفتح المصحف من وراء حائل تنظر إليه وتقرأ. جزاكم الله خيرا. تقول: بالنسبة لصلاة الوتر، معروف أن المصلي يسلم من كل ركعتين وينكر في الأخيرة، فهل في الركعة الأخيرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة هل يبدأها كما يبدأ الصلاة بنية جديدة واستفتاح، أم أنه مباشرة يتابع الصلاة بعد التسليم من غير كلام ولا حركة لكي لا تنقطع صلاته؟ على كل حال إذا سلم من الركعات التي قبل الوتر ثم قام لركعة الوتر
الفطر فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام. لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأن يستعيذ من أجل القراءة ويأتي بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص فهو يأتي بتكبيرة الإحرام لأنها ركن لا تنعقد صلاة بلادها ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ثم سورة الإخلاص. أما الاستفتاح يكفي الاستفتاح في أول الصلاة الركعتين الأولى إذا استفتح الركعة الأولى من صلاته بقية مثلا التسليمات لا تحتاج للاستفتاح. يستفتح في أول التسليمة الأولى فإنه يكفي هذا عن الاستفتاح في بقية التسليمات مثل صلاة التراويح مثلا أو صلاة التهجد. إذا استفتح في أولها فإنه يكفي عن تكرار الاستفتاح في كل ركعتين. لكن الاستعاذة والبسملة في أول الصلاة أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا. تقول أكلت طعاما وأنا أشك في مصدره هل هو حلال أم حرام، مع العلم أن مشتري هذا الطعام معروف عنه أنه أحيانا يكسب كسبا غير حلال، وحينئذ بدأت أفكر في ذلك الطعام الذي أكلته وأنا مشتهية له كثيرا، هل يكون دعائي غير مقبول لمدة 40 يوما أم ليس علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أكل الحرام خطره عظيم وأنه يمنع قبول الدعاء ولا يحدد ذلك في 40 يوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل قال في الذي يطيل السهر أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام يشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذا نفي لقبول دعائه ولم يحدد ذلك في 40 يوما أو أقل وأكثر، بل كل فترة أكله للحرام أنه لا يستجاب له دعاء. هذا في الحرام الصريح. أما المشتبه الذي لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام فالأصل الحل، الأصل الحل ولا يحرم شيء إلا بدليل، ولكن إذا تركه من باب الاحتياط والتورع فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فترك المشتبه تورعا واحتياطا لا بأس به، بل هو أمر مطلوب مرغب فيه، لكن ليس هذا من باب الوجوب. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحالتها بالذات حبيب الشيخ، لا حالتها كما ذكرنا ما دام انها لم تجزم انه حرام فانه لا يحرم عليها اكله، وان تركته من باب التورع والاحتياط فلا باس. تقول انها اكلت، اذا الحال كما ذكرتم. جزاكم الله خيرا. تقول ايضا في سؤال اخر، اخي شاب صغير يبلغ 17 من عمره وهو عاق لوالديه وخاصه لوالدته، لا يسمع لها كلمه ابدا، واحيانا يقسو عليها بالكلام في غياب والدي، وهي بحاجة للمصروف وهو يعمل ولا يعطيها شيئا إلا نادرا، ويحاول أن يسرق بعضا من المال إن وجد بين يديه وإن كان بحاجة إليه، ويسرق بعض الأشياء التي يحتاج إليها، فماذا نفعل معه وكيف نتصرف معه وكيف نعامله، وهل من وسيلة أو طريقة لإصلاحه، مع أن والدتي دائما تدعو له بالهداية ونحن كذلك؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله الخير الوفير في الدنيا والآخرة، وحشركم مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن عقوق الوالدين من أكثر الكبائر على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فحق الوالدين عظيم، ولا سيما حق الوالدة فإنه آكل من حق الوالد، وعقوقها أشد وأشد من عقوق الوالد، وإن كان الكل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فعلى هذا الولد المذكور أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبر بوالدته ويطلب مسامحتها. وأما أنتم فما تقولون به من نصيحته وتذكيره بالله عز وجل فهذا أمر واجب عليكم، وقد قمتم بواجب عظيم، فاستمروا في موعظته ونصيحته. وكذلك من علامة توفيق هذه الوالدة من علامة
حديثها أنها تدعو له بالصلاة والخير ولا تغضب عليه، فإن هذا علامة على توفيقها وعلى أن الله سبحانه وتعالى أراد بها خيرا، فلتستمر في دعائها لابنها لأن الله أن يهديه. جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلساء شيخنا؟ حسبت أن الجلساء عليهم مدار عظيم، جلساء إن كانوا صالحين فإن جليسهم يستفيد منهم خيرا، وإن كانوا فاسدين فإن جليسهم يستفيد منهم شرا، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل الرزق، إما أن يحملك يعني يعطيك من مثله، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأما جليس السوء فكلا فخلتي، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الجليس الطيب لا يفقد صاحبه، وكذلك المصاحب والقرين لا يفقد صاحبه وقرينه وجليسه لا يفقد الخير من ورائه أبدا، كما أن الجليس السيء والقرين السيء والصاحب السيء لا يسلم صاحبه من شره، فمقيل ومستكثر. فعلى الإنسان أن يختار الجلساء الصالحين وأن يبتعد عن جلساء سوء وقرناء السوء. جزاكم الله خيرا. إذن تنصحون هذه الأخت وتنصحون والدتها بأن يختاروا بهذا الشاب جلساء صالحين لعله يتأثر بهم؟ نعم، يحثه على مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، وإذا كان هو يخضع لاختيارهم يختاروا له صحبة الطيب. طيب جزاكم الله خيرا. لي أخ آخر يبلغ 23 من عمره وهو يريد أن يتزوج، ولكن أبي يمانع في زواجه حتى ينتهي أخي الثالث الأصغر منه من الدراسة ويزوج الاثنين معا، لما في ذلك من مساعدة في الحالة الاقتصادية والتكاليف والمصاريف، وربما لسبب آخر لا أعلم، فهل والدي عليه شيء في عدم تزويده لأخي رغم رغبته الشديدة في الزواج؟ أفيدنا أفادكم الله، والرجاء أن توضحوا لي هذا الأمر كثيرا لأنني في أمس الحاجة إليه. جزاكم الله خيرا. نعم، على الوالد أن يبادر بتزويج ابنه لأجل أن يعفه من الوقوع في المحرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم. على هذا الوالد أن يبادر بتزويج ابنه ولا يؤخر تزويجه بحجة أنه يريد أن يزوجه مع أخيه، بل عليه أن يبادر بتزويجه وأن يستعين بالله عز وجل، وإذا حضر تزويج أخيه فكذلك يزوجه في وقته. المهم أنه لا يؤخر الشيء عن وقته، لأن ذلك يؤثر تأثيرا سيئا على سلوك هذا الولد، وربما يقع في الحرام، خصوصا الشباب، قوة الشباب. أما دام أنه يتطلع للزواج ويرغب في الزواج، فعلى الأب أن يبادر وأن يغتنم الفرصة لتزويج هذا الابن عصمة له وصيانة له وقياما بالواجب الذي على أبيه نحوه. جزاكم الله خيرا. إذا التوكل في هذه القضية مهم مشفرة، لا شك أن مبادرة الآب لتزويج أولادهم ذكورا وإناثا عند حاجتهم للتزويج أمر واجب ومتحكم مع الاستطاعة. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا في مسألة أخرى فتقول: هل القراءة في كتب التفسير، وهي ولا شك تحتوي كثيرا من الآيات القرآنية، هل تجوز للمرأة المعذورة أو لا؟ لا بأس بالقراءة في كتب التفسير للحائض وللجنب، لأنها لا تسمى قرآنا وإنما تسمى كتب التفسير، لكن لا يقرأ الآية، من عليه حدث أكبر لا يقرأ الآية وإنما يقرأ تفسيرها. جزاكم الله خيرا. للتسبيح بعد الفريضة شروط كالعدد مثلا، يجب أن يلتزم ب 33 مثلا، أم أنه يستطيع أن يزيد على ذلك، أم أن الزيادة مخالفة للسنة؟ وكيف يكون التسبيح والتحميد بعد الصلاة بشيء من التفصيل؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التقيد بالوارد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مطلوب، فهو يفعل هذا التحميد امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقيد بذلك فيه سر عظيم وفيه فائدة كبيرة، وإذا أراد أن يزيد على ذلك من باب الذكر المطلق فلا بأس، أما الذكر المقيد فلا يزيد فيه. الذكر المقيد ب 33
30 تسبيحة وثلاثة 30 تكبيرة وثلاثة 30 تحميدة وختام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يجب التقيد بهذا الذكر المقيد. أما الذكر المطلق فالإنسان يذكر الله في أي وقت وبأي عدد تيسر له ذلك، فهل يتغير الذكر المطلق؟ لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوات المستمعات، تقول السائلة سين سين من الرياض، أختنا تسأل عن النمس الملعونة فاعلة وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. النمس هو أخذ شعر الحاجبين، أخذ شعر الحاجبين سواء بقص أو بلت أو بحلق أو بإزالة المواد المزيلة للشعر، كل هذا من النمس الملعون للفعل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامسة والمتنمسة، والنامسة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمسة هي التي تطلب ذلك من غيرها لأن يزيل شعر حواجبها. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يحمل بني آدم عليه، قال ولا أمرنهم ولا يغيرن خلق الله، وإزالة شعر الحواجب هذا من تغيير خلق الله الملعونة من فعلته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. مع الأسف حشى هذا لنساء المسلمين خصوصا التي يمتنين بكشف الوجوه، إنك ترى على وجوههن القبح والتشويه لإزالة هذا الجمال الذي خلقه الله لها. ثم من العجب أنها تجعل مكانه شيئا من الصبغ الأخضر، أيهما أجمل بالله عليكم، هذا الشعر الذي خلقه الله في مكانه المناسب أو هذا الصبغ المشوه الذي تضعه على حاجبها؟ ولكن الشيطان لعنه الله يريد إغواء بني آدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صادق الختام، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.